خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعاً هنبدأ من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملها لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات نسبية، ولو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي إن هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية تبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. لو بصينا على كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات، كورنيش النيل القادم من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لغاية وسط البلد، ولكن المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر. نروح بقى للجيزة، خلونا نبدأ من مدينة السادس من أكتوبر. في غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، وده هيستلزم غلق كلي لطريق الواحات أمام حركة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة مستمرة معانا لغاية 16 فبراير من العام القادم. عشان كده لازم الناس تاخد بالها من التحويلات دي والطرق الداعمة اللي تم إضافتها. افتكر برضو ان الطريق الدائري القادم من اكتوبر مازال مغلق والاتجاه اجباري لنفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو او محور رود الفرج للمتجه لمناطق شرق القاهره، وبعدين يكمل كوبري تحيا مصر وبعدين محور الفنجري. قادم من اكتوبر متجه للتجمع الخامس او مناطق المعادي وحلوان او كورنيش النيل ياخد الطريق السياحي ومنه للطريق الدائري، وده هيكون افضل مسار. أما بقى لو رحنا شارع الهرم الرئيسي فبيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كمان بعض الكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. نروح بقى كده لمحافظة المنيا، في هناك سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو شفنا طريق الصحراوي الغربي من منطقة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي إن هناك في سيولة مرورية، وكمان طريق الشيخ فضلي في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة التي لا تعوق حركة المرور. أما بقى الطريق الصحراوي الشرقي في بعض الكثافات المرورية البسيطة التي لا تعوق حركة السير. باختصار طرق محافظة المنيا الأساسية ما فيهاش أي عائق طارئ يعوق حركة المرور. تعالوا بقى نكمل جولتنا من محافظة الشرقية. بالنسبة لطريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية، نفس الأمر في طريق بلبيس الزقازيق ما عدا بعض الكثافات البسيطة في مدخل المدينة بعد منطقة العصلوجي. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففيها كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة الجامعة، وكمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. طريق أبو حماد المتجه إلى الإسماعيلية ماشي بشكل كويس جدا ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة.